عارف انها هتهاجم، وعارف الناس كتير جدا مش هيعجبها كلامي، بالتحديد في الفيديو ده. للي في الفيديو ده هتلاقيني بكلمك عن الاهلي وبكلمك عن الزمالك، وفي نفس الوقت الاثنين انت انا شايف انك مش هتبقى موافق قوي على كلامي. اول حاجه معانا طبعا ركله الجزاء التي لم تحتسب للنادي الاهلي امام البنك الاهلي، هل هي فعلا ركله جزاء ولا مش ركله جزاء؟ ودي جزئيه مهمه جدا لازم تحطها في عين الاعتبار، وهقول لك هي مش ركله جزاء ليه من البدايه كده، هي مش ضربه جزاء، وهقول لك وبالدليل ليه مش ركله جزاء، علشان بس ما ترغيش كتير وتفضل تقول انت بتقول اي كلام. هكلمك ايضا عن ركله جزاء ايضا لنادي الزمالك امام فريق الجونه، هل هي فعلا ركله جزاء ولا مش ركله جزاء، مع ان في محللين او خبراء في التحكيم الرياضي المصري مش موافقين على انها مش ركله جزاء، مقتنعين جدا انها في انها ركله جزاء. وكمان لما اتكلموا عن الحاله التحكيميه وحللوا الحاله التحكيميه قالوا لا هي ركله جزاء صحيحه، ولكن انا مستغرب هي ركله جزاء ازاي. ايضا هدف نادي الجونه امام نادي الزمالك تسلل صحيح بنسبه 100%، ازاي ما اتحسبتش برضو؟ انا مش عارف حاجه زي كده ازاي. هنتكلم ايضا عن اكرم توفيق وقصه اكرم توفيق والغرامه الماليه اللي يعتبر يعني تقارب ال 300,000 جنيه، غرامه ماليه 300,000 جنيه لاكرم توفيق. هنتكلم ايضا عن النادي الاهلي والنادي الاهلي هيعمل ايه عشان خاطر التحكيم والمشاكل اللي حصلت في التحكيم، وقصه لجنه الحكام عملت ايه مع طاقم تحكيم مباراه الاهلي والبنك على الاهلي. هنتكلم في كل تفاصيل الموضوع دي، وقبل اي تفاصيل طبعا يا مساء الفل على حضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، ورمضان مبارك عليكم يا رب يكون بخير وسعاده عليكم وعلى اهاليكم جميعا. الحقيقه قبل ما نتكلم في اي حاجه، لايك الجميل بتاعك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس، وتعالوا الجرس عشان كل ما ينزل فيديو تشوفه وتحط اللايك الجميل بتاعك. وتعالوا سريعا كده نبدا باول حاجه معانا، وهي شغل الشاغل جمهور النادي الاهلي من امبارح، من اول ما خلص المباراه لحد الوقت الحالي، وهو ضربه جزاء صحيحه للنادي الاهلي امام البنك الاهلي لم تحتسب، وهي كره حسين الشحات. كره حسين الشحات، ايوه هي مش ضربه جزاء، ايوه زي ما بكلمك هي مش ضربه جزاء. هتقولي ليه مش ضربه جزاء؟ انت بتقول اي كلام. سيبك من ان انا بقول اي كلام ولا سيبك من اي حاجه، احنا كده دايما عايزنا نقول الغلط علشان انت الصح او الغلط بناء على انه هو جاي مع اتفاقيتك انت. يعني مثلا انت راجل بتنتمي لفريق معين او بتحب فريق معين، فانت طبيعي ان انت عايزني انا مضطر ان انا اكذب واجيب لك الحاجه اللي هي على هواك انت، ولكن هنا مش هتلاقيها عندي على قناتي ولا على صفحتي على الفيسبوك. هي مش ركله جزاء. مش ركله جزاء ليه؟ لانها اوف سايد. اوفسايد، اوفسايد ازاي؟ بص على الصوره اللي قدام حضرتك دي، لو هنتكلم على اللقطه اللي جت في ايده فهي ضربه جزاء. لو اعمى اعمى ما بتشوفش هتخمن انها ضربه جزاء، يعني هتتكلم في فكره انها ضربه جزاء. بتفهم كوره ما بتفهمش كوره هتتكلم انها ضربه جزاء. بتفهم في التحكيم ما بتفهمش في التحكيم هتقول انها ضربه جزاء. طيب ما احنا ليه دايما بنبص على اللعبه نفسها؟ ما احنا ممكن نبص على اللي قبل اللعبه على طول. حسين الشحات في لحظه ان الكوره اتلعبت له، لاحظت ان الكره اتلعبت له كان في اوف سايد، وفي حاله الاوف سايد فطبيعي جدا انها الكره اللي بعدها ما تتحسبش اذا كانت هدف او اذا كانت ركله جزاء او اذا كانت فاول او اذا كانت اي شيء. وممكن خلي بالك لو تلاحظ في مباريات بتبقى الكره اصلا الحاله حصلت في المنطقه بتاعتهم بتاعت الفريق اللي بيلعب، وعمل هجمه للفريق الثاني يرجع الفار يقول له ارجع، يبقى الهجمه خلاص ممكن يجيب هدف وممكن يجي كمان هدف، يقول لا ارجع يا باشا والغي الهدف لو حصل، ولو الهجمه الغي الهجمه وارجع لي ثاني يا باشا، وتلاقي الحكم بيصفر ويقول لك ارجع اعمل الفاول لان في هنا خطا تحكيمي او في هنا خطا من لاعب فلان فحصلت كذا كذا وبالتالي في فاول فارجع. ده شيء طبيعي جدا. اذا يبقى الكوره اللي قبل الكوره الاساسيه اذا كانت الهدف او ركله الجزاء دي عامل مهم جدا 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 لازم تحطه في عين الاعتبار، وبناء عليه هيتم الـ 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 الحاجه هتتم ولا مش هتتم. دي القصه باختصار بتاعت النادي الاهلي، كره اوف سايد مش ركله جزاء ولا حاجه، وهنا قرار الحكم قرار صحيح بنسبه 100%. دي القصه باختصار. نيجي بقى لكوره ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك مع لاعب نادي الجونه. كابتن احمد الشناوي خبير التحكيمي على قناه اون تايم سبورتس طلع النهارده واتكلم في جزئيه مهمه جدا في الموضوع ده بالتحديد، وقال لك ايه بقى؟ قال لك ان دي ركله جزاء، قال لك ان دي ركله جزاء مع ان اللاعب فضل معاه الكوره وباص الكوره، يعني الباص طلع منه. طيب في حاله ان الباص طلع منه هنا ازاي تحسبها ركله جزاء؟ ما هو اللاعب هنا قبل ما يقع لا كان اللاعب لاعب الكوره اصلا، يعني اللاعب قبل ما يقع هو وقع. ناصر ماهر نزل في وقع، ما مش هختلف معاك في اي حاجه من الكلام ده كله، ولكن هو اصلا قبل ما يلعب الكوره، قبل ما يلعب الكوره قصدي قبل ما يقع هو لعب الكوره. طب النهارده ما هو الكوره وصلت انت حسبتها ازاي ركله جزاء؟ قال لك لا ده هو شده، وبناء على كلامه هو هي ركله جزاء بناء على كلامه هو. لكن انا شخصيا لو هتسالني هقول لك لا هي مش ركله جزاء،
ما معرفش ازاي بقى ما جاش معايا ركله جزاء خالص بصراحه. ليه؟ لان هو اللاعب ماشي، فهو اللاعب شده من التيشيرت، هو فضل مكمل، ما عملوش اي اعاقه تخليه يقع او تخليه حتى يقف على الاقل، لا اللاعب فضل مكمل اللي هو ناصر ماهر لحد ما دخل المنطقه وبدا برده الشد تاني لحد ما هو لعب الكوره. طبعا هسيبك انت تقول الاختيار، انا من وجهه نظري مش ركله جزاء، ولكن كابتن احمد الشناوي خبير التحكيم على قناه اون تايم سبورتس قال انها ركله جزاء. ودي الحاله التحكيميه الثانيه بتاعت نادي الزمالك. اما بقى الحاجه اللي هنتفق عليها كلنا ما عدا حكم المباراه، وهي كره التسلل بتاعت نادي الزمالك وفريق نادي الجونه اللي قدام حضرتك دي. عايز اقول لك ان الـ يعني ايه، كل الـ 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 الناس اللي في الدنيا كلها اللي بتفهم في الكوره او اللي ما بتفهمش في الكوره بتتكلم على ان الكوره دي دار تسلل، الكوره دي اوفسايد. ليه ده يا بص، حتى ما فيش ايه يعني، عارف حتى كره حسين الشحات اللي في الاول دي، يعني الخط هو يعني حاجه ادفع من التفاهه بسببها اتحسب تسلل او اوفسايد، بادفع من التفاهه. طب دي جزئيه. الجزئيه الثانيه والاهم بقى هي جزئيه ايه بقى، الكوره دي هو بين وما بين اللعيبه اصلا ممكن نتكلم في امتار، يعني ممكن اكلمك في امتار، يعني في كذا متر بينه وبين اللعيبه، ازاي ما اتحسبتش اوفسايد؟ انا ما اعرفش. تقول لي بقى تقنيه الفيديو كانت مش عارف ايه عطلانه، تقول لي قال مش عارف ايه. طيب خلي بالك دي واضحه وضوح الشمس اللي حكم الرايه والحكم الساحه، يعني حتى لو مفيش فيديو اصلا او مفيش فار اصلا، انت كده كده تقدر تحدد ده بنظريتك. حكم الرايه فين اللي بيمشي مع الكوره طول الخط بتاع المستطيل الاخضر؟ هو بيمشي مع الكوره، فهو ماشي مع الكوره هنا، ما خدش باله ان اللاعب ده مع نفسه، مفيش اي حد معاه، والكوره جايه له من ورا، يعني الكوره مش جايه له اوفر او جايه له بنفس المستوى بتاعه، لا ده جايه له من ورا، وبالتالي فطبيعي جدا انها تحتسب اوفسايد، وده شيء واقعي جدا وده شيء معروف ومشهور جدا في كره القدم، بس انا مش عارف ازاي ما اتحسبتش اوفسايد. دي برضو الحاله الثانيه هي كره اوفسايد بصراحه لنادي الجونه مع نادي الزمالك. نيجي بقى للحاله الثالثه معانا، او مش لحاله، لواقعه حصلت، وهي واقعه اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي، اللاعب اللي اعترض بشكل غير لائق مع مارسيل كولر بسبب تغييره ودخول محمد هاني في الشوط الثاني، هو وهو بيغير فاعترض اعتراض كده غير لائق، ما عجبش مارسيل كولر، وبالتالي اللي حصل انهم فرضوا عليه عقوبه ماليه. خلاص كده فرضت عقوبه ماليه تقدر ب 300,000 جنيه، وده الكلام اللي قاله خالد بيبو ليه اكرم توفيق، وطبعا هتتحسب من راتبه شهر مارس الجاري، هتتحسب من هتتاخد يعني من راتبه ال 300,000 جنيه. دي القصه بتاعت امام عاشور وسبب الغرامه بتاعت امام عاشور. النادي الاهلي بالفعل يا جماعه يتقدم بشكوى لجنه التحكيم على طاقم تحكيم مباراه الاهلي والبنك الاهلي، وخلاص كده هو عمل كده بالفعل. كمان ايضا لجنه الحكام برضو خلاص كده طلبت طاقم تحكيم البنك الاهلي والنادي الاهلي علشان يحققوا في الواقعه، لان هم شايفين ان في حاجات كتير جدا ما كانش المفروض ان هو ياخد قرار فيها بالشكل ده، كان المفروض يبقى القرار عكسي، ولكن هو اخذ القرار اللي هو اصلا مش صح. ده كلام كتير جدا بخصوص الموضوع ده، ولكن النادي الاهلي بالفعل تقدم بشكوى بخصوص الموضوع ده. ده كان الفيديو باختصار، اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو ده.